ابو صابر متحمل، شلون اني اتحمل؟ او ابو صابر ما تحمل، شلون اني اتحمل؟ راح اموت. من العراق عامل صيني يوجه نداء استغاثة الى العراقيين، فمن هذه الشخصية؟ من هو؟ هذا هو حسين الصيني، هكذا يعرف عن اسمه. الشاب يتحدث باللغة العربية وبلهجتنا العراقية الدارجة، يعمل في البصرة وتحديدا بداخل حقل الرميلة الشمالي، حيث انتشر له فيديو قصير وهو يشكو من ارتفاع درجات الحرارة في البصرة والتي تجاوزت 50 درجة مئوية مع الرطوبة طبعا، وشوية كركم على بهارات على ملح مال نصرة، يعني الوضعية لو زينا. لنتابع. شاب عراقي، هسه انا حاليا بالرميلة الشمالية، درجة حرارة يصعد 60 ل 70، الدنيا تشوي، مو دنيا، جهنم، تنور، ما تحمل. ابو صابر ما تحمل، احنا شلون نتحمل؟ ما راح ابقى، راح اسافر، راح اموت اذا ابقى. شاب عراقي، هسه انا حاليا بالرميلة الشمالية، درجة حرارة يصعد 60 ل 70، الدنيا تشوي، مو دنيا، جهنم، تنور، ما تحمل. ابو صابر ما تحمل، احنا شلون نتحمل؟ ما راح ابقى، راح اسافر، راح اموت اذا ابقى. هاي مو دنيا، جهنم، تنور، ما اتحمل. بهذه الكلمات اعرب حسين الصيني عن تذمره من ارتفاع درجات الحراره في حقل الرميله الشماليه، معلنا عن اتخاذه قرارا بمغادره البصره او العراق بشكل عام لعدم قدرته على تحمل الحراره المرتفعه. هذا الفيديو حاز على تفاعل واسع بين العراقيين الذين اعادوا مشاركته على حساباتهم الشخصية وبمواقع أخرى لتتجاوز مشاهداته أكثر من 3.5 مليون مشاهدة. حسين الصيني المتذمر حاليا من الارتفاع المخيف بدرجات الحرارة سبق وأن صور فيديو وهو يطلب من العراقيين مساعدته، لكن ليس لمغادرة العراق بل لشراء منزل له وسط البصرة. شاب عراقي، شلونكم؟ شخباركم؟ وياكم حسين صيني. شباب، اريد اشتري بيت بالبصرة، يا منطقة زين، يكون نظيف، رخيص، متخبل، بس اخبرني في منطقتي تعليقات، مشكور. شاب عراقي، شلونكم؟ شخباركم؟ وياكم حسين صيني. شباب، اريد اشتري بيت بالبصرة، يا منطقة زين، يكون نظيف. ردود افعال كثيرة جاءت تعقيبا على مناشدة هذا الشاب الصيني، اخترنا لكم منها هذه النماذج التي ستظهر على الشاشة. نبدأ من مساعد العنزي. ماذا قال مساعد العنزي في تعليقه الذي كتبه على معاناة هذا الرجل حسين الصيني؟ يقول مساعد العنزي: دولاب الدولبك، شو وقت عرفت أبو صابر؟ لتضرب به المثل، عبالة مثل جوهم بالصين، بارد وثلج، ما يدري هو بالرميلة الشمالية اللي أقل درجة حرارة بيها تصل إلى 57 درجة. الله يلطف بحالنا يا رب. مع العلم أن هناك بعض المناطق في الصين أيضا تصل درجات الحرارة فيها إلى أكثر من 50 درجة مئوية في ظل التغيرات المناخية العالمية. تعليق من عباس يقول: عباس حبيب، هذا صيني يتكلم اللهجة العراقية من زمان، عايش بالعراق، يشتغل بشركة صينية اللي تبرم عقود صيانة خطوط أنابيب وخزانات وغيرها، واسم حسين حسب ما يدعي. أم علي العبيدية تقول في تعليقها الذي كتبته عن حسين الصيني، تقول أم علي العبيدية: عمي زين صيني ويشتغل بدرجة حرارة 60، ولا عزل ولا فصل، كان الله في عون العراقيين. الحمد لله احنا تعلمنا على الحياة الصعبة والصبر، فظلت على الحار.
أحمد النجفي صدق لو قالوا صيني يحمل ما يتحمل، ثم يضحك على ما قال: لو ما الفلوس تجون للعراق تتحملون هذا الحر، إذا تأخذ 50 ورقة تستاهل، عوافي عليكم الشدات والخريج العراقي قاعد لا شغل ولا مشغلة. أيضا مداخلة من غالب عزت: ودعتك لا راح تسافر ولا شيء، غير جاي تكرف بالعراق خوش كروف، كلها فلوس فلوس، وين تلقي هيك شيء بالعراق؟ ترى أنا من منطقة الرميلة الشمالية، وأكثر شيء صعدت الحرارة 55 الظهر. ما قايل شيء. تعليق من أبو مصطفى: يبدأ بضحكة ثم يقول ما يدري إحنا نشرب شاي ودرجة الحرارة 60 بالبصرة، والبصرة جزء من جهنم، العايش بيها متعذب بنارها. أخويا اعذرنا، ما عندنا طيارات تمطر عليكم، هذا حالنا، إحنا طول عمرنا مشويين من كل شيء.